ما فيش شك ان الاوضاع في قطاع غزه سيئه للغايه، وفي القلب منها طبعا الاوضاع الصحيه، خاصه بعد نفاد عدد كبير جدا من الادويه والمستلزمات الطبيه، ده بجانب طبعا استهداف الاحتلال للمستشفيات والمنشات الصحيه بالقصف المباشر او بمحيط هذه المستشفيات. عشان كده في حاله من الجاهزيه للمنظومه الصحيه والمستشفيات في سيناء من اجل الاستعداد للتعامل مع اي طارئ بسبب الاوضاع في قطاع غزه. معانا على تليفون الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزاره الصحه. دكتور حسام صباح الخير. صباح الخير حضرتك، تحياتي لكم ولمشاهدي حضراتكم الكرام. اهلا بيك دكتور حسام. لو حضرتك توضح لنا التجهيزات الصحيه اللي تمت في شمال سيناء وحجم التجهيزات القائمه حاليا. يعني زي ما حضرتك ذكرتي، هناك توجيه واضح من السيد الرئيس للدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحه والسكان بالتاكد من جهوزيه المنظومه الصحيه اي للتعامل مع اي نتائج او احداث طارئه تنتج بسبب الاحداث في قطاع غزه. احنا وزاره الصحه بتتحرك على اربع محاور اساسيه. المحور الاول هو التاكد من زياده اعداد وكذلك كفاءه اعداد الفريق الصحي، سواء اللي متجاوز اللي موجود في محافظه شمال سيناء او اللي موجود في المحافظات القريبه او في الزمام الجغرافي لمحافظه شمال سيناء، من حيث العدد ومن حيث القدره على التعامل مع الاصابات المتوقعه من مثل هذه الاحداث. الامر الثاني هو التاكد من اعداد الاسره سواء في الاقسام الداخليه او في الرعايات المركزه وجهوزيتها لاستقبال اي مصابين. الامر الثالث وهو التاكد من توافر الادويه والمستلزمات والمخزون الكافي من الدم، ويمكن لعل حضرتك متابعه الحملة الشعبية الكبيرة التي قام بها المواطنون طبعا المصريون والتحالف الوطني للتبرع بالدم خلال الفترة الماضية وما زالت مستمرة. الأمر الثالث هو نتيجة لنقص المياه أو قطع المياه عن الأشقاء في قطاع غزة، ممكن يؤدي إلى ظهور بعض الأمراض الوبائية، لذا هناك أيضا خطة لقطاع الطب الوقائي للتعامل مع أي احتمالات لأمراض وبائية. كما يعني احنا عارفين انه السيد الوزير في زار محافظة شمال سيناء والعريش تحديدا، وزار تمركز سيارات الإسعاف في أبو طويلة للتأكد من جهوزيتها وعددها الكافي للتعامل مع أي طارئ طبي. عظيم. دكتور حسام، عدد المستشفيات قد ايه يا فندم اللي موجودة في شمال سيناء واللي تم تجهيزها، وهل تم دعم الأطقم الطبية فيها بعدد آخر من الأطباء؟ تم دعم الأطقم الطبية في شمال سيناء بفرق من الأطباء في تخصصات كثيرة، من أبرزها تخصصات العظام، جراحة المخ والأعصاب، جراحات الأوعية الدموية، وكذلك الجراحة العامة. طيب دكتور حسام، في أمراض بتحتاج متابعة في العلاج، يعني الغسيل الكلوي مثلا بيحتاج الاستمرارية في هذا، هل عندنا جاهزية في حالة نقل يعني المصابين داخل سيناء، هل عندنا جاهزية لوجود مثلا جهاز لغسيل الكلوي يكفي العدد لو كان عندنا فيها مشكلة؟ يعني الدولة المصرية بتتحرك على محورين، يعني محور الجهوزية والاستعداد في حال حصول أي نوع من أنواع النقل، وفي نفس الوقت الحفاظ على مستوى تقديم الخدمة للمواطنين المصريين اللي موجود في المحافظات المختلفة ومنها محافظة شمال سيناء، وبالتالي تم الدعم بأجهزة غسيل كلوي ووحدات غسيل كلوي لتتمكن الجهود الصحية من تحقيق هذا التوازن. دكتور حسام، يمكن جانب اخر من المعاناه اللي كانت منا بتتكلم عنه دلوقتي، المرضى اصلا مش بنتكلم عن المصابين جراء العمليات الاخيره، لكن بنتكلم عن المرضى بقى، يعني هي اتكلمت عن الغسيل الكلوي، في مرضى سكر، في مرضى ضغط، في اصحاب امراض مزمنه من كبار السن مستعدين لكل ده. في مرضى تمام. اورام مستعدين لكل ده يا فندم. يعني كل السيناريوهات تم طرحها امام السيد الوزير في الاجتماعات المتتاليه اللي بيعقدها لمتابعه الموقف على الارض بما فيها التعامل مع أصحاب الأمراض المزمنة. دكتور حسام، الاستعداد موجود فقط في شمال سيناء ولا في المحافظات القريبة اللي يستطيع اللجوء إليها المرضى في حالة نقلهم؟ احنا بنتعامل مع الأمر بشكل منظم ومحدد. احنا بنتكلم على المحافظة الأولى هي محافظة شمال سيناء، لكن عندنا محافظات متاخمة من شمال سيناء يمكن التحرك خلالها
سير الاسماعيليه، عندنا بورسعيد، عندنا قناه السويس، عندنا دمياط والشرقيه، انتهاء بالقاهره الكبرى والجيزه. نعم. طيب سمعنا كمان يا دكتور حسام عن مستشفى ميدان. يعني هو احنا بنتحرك حسب الاحتياج وحسب تداعيات الاحداث. هل احنا كدوله عندنا مستشفيات سابقه التجهيز يمكن تحريكها؟ موجوده، لكن اعتمد بقى التحريك من عدمه على مدى الاحتياج الى مثل هذه المستشفيات. من يومين كان في زياره لوزير الصحه في شمال سيناء بتوجيهات من سياده الرئيس السيسي، نتائج الزياره دي واللي نتج عنها من قرارات؟ هو اجمالي ما ذكرته في خلال الثلاث دقائق اللي فاتوا هي نتائج الزياره بشكل مباشر من خلال زياره ميدانيه من الجهوزيه وتطبيق الخطط التي ذكرتها سابقا على ارض الواقع. اكيد. كل الشكر ليك الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزاره الصحه، شكرا جزيلا.